بعض الناس هدانا الله إياه. عندنا سواء إن شاء الله تكفلني يوم من قديم رأنا يظن أن به سلس بول. يقمتال إن جاو شنتي خصص بدي بس. سلس البول يعني يخرج البول بكثرة. يا بول على ما قالت سلس البول بعد. لكن بعض الناس يقول تخرج مني قطرة بول. عندنا سواء موت نشتاب تاي ونبتة. ثلاث سنة بول قررت ما يقررت معناته ماذا تصنع؟ من دنه مصاره قال أكرمكم الله يبقى في الحمام أحيانا ربع ساعة شنتيات قمعتني أروح ساعة بولا تقام الصلاة ويلف حول المسجد يقول لازم أمشي 200 خطوة حتى تنزل هذه القطرة وبعدين أتوضأ أتطهر وأتوضأ. يجتمع التعليم استمتع وقال لي يا صلاة يتسجد مسجدني زورادة أو يقفز يقفز وإذا ما والله هذا واقع لماذا لا ترجع وتسأل علماء علموتشن ما تأييك ما فتتها قينا تستحي لمنه يبن تلميز الحياة لا يأتي إلا بخير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حياة نبال نقر بخير نقر نعونجي بالليلة نقر أي متى اكتب السؤال إياك تعرف ليس أنت الذي تحدد أن هذا سلس بول أنت سلس البول بلهم التلو أنت غالها أدنى أو كما يقول شيخ الإسلام يقول الذكر أكرمكم الله مثل الضرع ضرع البهيمة نعم شيخ الإسلام من إلال رحمه الله أفرت قلا وين ذكر دلع موت قاتنا إن تركته قر هاته خوي الرقاق وإن مسسته در فنكتها وراسه يا أخي عفيني برو ما كلفنا الله سبحانه وتعالى بالضغط على الذكر وغير هذا شرع الله سبحانه وتعالى لا سجدد إنهم يلتكان إن يفيد قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى الخراء حتى آذاب قضاء الحاجة يا الله ملاك تنيا استمروا منان ياشن تبيت أتكاكم سرعة هلا بمولوا استمروا حتى ولو كان يقينا هذه قطرة بول يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يعفى عن يسير النجاسات لا إشكال يعني تنش مقاطع بتاع أب هالش كسوع الله في لو يشيل بلاو شيخ الإسلام فتوى دار نبوبة عقد وهذا في الغالب أثر غسل الذكر بالماء في الغالب إيه أبزهنيو استنجاس يا درد كادر رجوك هو أب تاعي وني يشيل السويش تنويه